مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال رئيس الحكومة محمد السوداني إن الخطة الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الطرق الحديثة للري، مبررا ذلك بسبب الموقف المائي للعراق الذي يواجه تحديات كبيرة. وكان فلاحون وخبراء زراعيون انتقدوا في وقت سابق الخطة الزراعية الحالية، مؤكدين أن الحكومة تقوم بفرض توجهات للري الحديث دون أي دعم للفلاحين يعزز هذا الانتقال، مما يعني زيادة نسب الهجرة من الريف للمدينة وأزمة جديدة بالمياه والعمالة وزيادة التصحر. أعربت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة كردستان العراق عن عدم رضاها على كمية الحصة المقررة لتسويق محصول القمح التي حددتها الحكومة في بغداد للمزارعين في كردستان العراق. وقالت الوزارة إنه في اجتماعها السابق مع لجنة تسلم محصول قمح أربيل في بغداد أعرب عن عدم رضاه بشأن كمية القمح المحددة لمزارعي كردستان العراق ب 375 ألف طن للموسم الحالي. وكانت وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق أعلنت تسلمها 40 مليار دينار لتسويق محصول القمح من مزارعي كردستان العراق للموسم الزراعي الحالي. أكد خبراء اقتصاديون خرق البنك المركزي والمصارف تعليمات البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث لا تزال تباع 300 مليون دولار يوميا دون معرفة وجهتها النهائية. واستغرب الخبراء من تواصل ذات سياسات البنك المركزي في العراق بما يتعلق بمزاد العملة الأجنبية، مشيرين إلى أن هذه الخروقات للرقابة المفروضة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد في البلاد. أصبحت الهند أكبر مستورد للخام الروسي بسبب تكلفتها الواطئة للشهر الثامن على التوالي. جاء ذلك على حساب الدول المنتجة في الشرق الأوسط ومنهم العراق الذي كان أكبر مصدر تقليدي للنفط إلى الهند، ليتراجع إلى المركز الثاني بعد روسيا، حيث أصبح الخام الروسي هو أصبح الخام الرئيس في الهند، إذ ارتفعت الواردات منه إلى 1.97 مليون برميل يومياً خلال شهر آيار الجاري. صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن توصلت قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بشأن تعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وأضاف الخبراء أن القرار الأمريكي منع وقوع كارثة كبيرة للتخلف عن سداد الديون في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط، مما أدى مباشرة لزيادة في العقود الآجلة لنفط خام برنت ب 39 سنتا ليرتفع سعر البرميل إلى 77.34 دولارا، وترتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا للبرميل. والآن ننتقل بكم إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.